السلام عليكم. محاضرة النهاردة Fungal Eye Infection. Many of different types of fungi can cause eye infection. Most common types هما اتنين بس هنتكلم عليهم بسرعة. Aspergillus fungus وCandida fungus. Aspergillus fungus ده واحد من الهايفي والCandida واحد من اليست فانجاي. تقبل Candida. Several species are found in man, but Candida albicans responsible for 90% من الانفكشن. يعني هي الموست كومون اورجانيزم عندنا في الكانديدا اللي هنتكلم عليه الموست كومون سبيشيز اسمه Candida albicans، لكن ده ما يمنعش ان الاذر سبيشيز زي التروبيكاليس والكروزي والاذر ممكن تعمل اي انفكشن. الكانديدا commonly بتصيب الاميونو كومبرومايزد انديفيدوال، مش الانديفيدوال اللي الاميونيتي بتاعته قويه. طب بنشخصها ازاي؟ المورفولوجي بتاعها لما بنصبغها بالجرام ستين بنلاقيها جرام بوزيتيف، بتبقى موجوده في شكلين، في تو فورم، واي فورم اند ام فورم. واي فورم اوفال ييست بادنج سيلز، والام فورم بتبقى عباره عن سودو هايفي، لان هي مش هايفي، هي ييست. حتى لما بتعمل حاجه شبيهه بالهايفي بنسميها سودو هايفي. بنزرع الكانديدا على سبارود كستروز اجار، وبتطلع الكولونس كريمي كولونس، وبيبقى لها واكسي سيرفس. برضو الكانديدا بتطلع على نيوترنت والبلاد اجار، بس لازم نضيف عليهم كلوران فينيكول عشان نعمل انهبيشن لاي بكتيريا الجروس. فبتر ان احنا عشان نعمل دايجنوزس للكانديدا انفكشن نزرعها على الميديا بتاع الفانجاس اللي هو اسمه سبارودكستروز اجار. بنعمل بعض البيوكيميكال رياكشنز عايزاكم تعرفوها اسم بس، زي جيرم تيوب والكلاميد سبور. ومن خلال الشوجر فيرمنتيشن بنقدر ان احنا نفرق الالبيكنس من النون البيكنس سترين، وبس على كده، يعني مش عايزاكم تخوضوا قوي في تفاصيل الحته دي. كده خلصنا الكانديدا. ناخد الاسبرجيلس. اتفقنا ان الكانديدا ييست، لكن الاسبرجيلس واحد من الهايفي. اسبرجيلس سبيشيز سبيشيالي اسبرجيلس فاميجيتس بيعملوا انفكشن في الاي، يعني احنا عايزين نركز قوي على الفاميجيتس لان هو اللي كومونلي موجود في الاي. زي ما قلنا كده في الكانديدا نركز على الالبيكنس، هنا برضو نركز على اسبرجيلس فاميجيتس. Aspergillus exist only in a filamentous form اللي قلت لكم هايفي، بتبقى الهايفي نوعها سبتيت هايفي. That form V-shaped branches and conidia at the end of this V-shaped branches form radiating chains. هو ده منظر الأسبرجيلس فانجس. موجود فين؟ الفاميجيتس is found everywhere، موجود في الصويل حتى. وimportant pathogen في الهيومن اند انيمال، وبيجي airborne، transmission of infection airborne عن طريق الانهاليشن اوف الكونيديا. بنشخصه ازاي؟ ناخد السبيسمن من الانفكشن الموجود، وليكن مثلا من اي سواب، هتبقى السبيسمن بتاعتنا اي سواب. هنعمل دايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن، هنشوف السبتيت هايفي والفي شيبد برانشز والكونيديا والراديتنج تشينز. هنعمل كالشر على سبارودك ستروز اجار، هنلاقي بقى مدينا لون، يعني هناك الكانديدا كانت كريمي وخلاص على السبارودك ستروز اجار، لكن هنا الاسبرجيلس بنلاقيه بيدينا لون على السبارودك ستروز اجار. اللون ده يلو تو جرين، ممكن يبقى براون اور بلاك على حسب السبيشيز. والتكتشر بتاعه بيبقى كوتوني، يعني شكل الكوتون شكله الريجولار كده وشكله القطن. لما بنيجي نصبغه هناك احنا قلنا الكانديدا بتتصبغ بالجرام ستين، هنا احنا عشان نشوف المورفولوجي بتاع الاسبرجيلس بنصبغه بستين اسمها لاكتوفينول كوتون بلو. لاكتوفينول كوتون بلو. يبقى الكانديدا انا كنت بصبغها بالجرام ستين بلاقيها جرام بوزيتيف اوفال ييست، وكنت بزرعها على سبارودك ستروز اجار بلاقيها كريمي كريمي كولونس. لكن هنا في الاسبرجيلس
بصبغه باللاكتوفينول كوتون بلو وبلاقيه شكله هايفي. الهايفي دي سبتيت هايفي جيف في برانشز اند اند ان كونيديا اند رادياتينج تشينز. اوكي المحاضرة خلصت، السلام عليكم.